صدر عند لاعب في خسر هذه المحاولة اللاعب شاكير. شاكير بكاري. البكاري عند لاعب فتاح. مرزقة. هجوم سريع للاعب مرزقة والنيبات. كرة ما خرجاتش. مرزقة. مرزقة والهدف الثاني. مرزقة والهدف الثاني لصالح فريق المغرب الفاسد. نشاهد بعضلة المجهود الفردي ديال اللاعب مرزقة. مرزقة تمكن باش يتمسك بكرته حتى اخر المطاف. مرزقة تمر على اللاعب نيفت بتراوغ الحارس عشاب وتسجل الهدف الثاني لصالح فريق المغرب الجزائري. فكما اشرت سابقا فقدوم اللاعب مرزقة لفريق المغرب الفاسي تعتبر رب ثمين جدا لخط هجوم فريق المغرب الفاسي. هذا اللاعب مرزقة لاعب صار فريق نادي القنيطري والحكم سيد جيد يواجه انذار شفوي لكرسي احتياط فريق المغرب الفاسي.